مكة لأول مرة. فأراد بلال أن يصعد على الكعبة، لكن الكعبة طويلة، وقال يا أبا بكر ويا عمر اقتربا، اصعد يا بلال، ضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسرى على كتف عمر، واصعد على ظهر الكعبة. وهذا المشهد يراه الناس كلهم، ويصعد رضي الله عنه وأرضاه. يقول هشام بن الحارث أحد كفار قريش: والله إني لتمنيت أنني في بطن الأرض ولا أرى هذا الغراب، يقصد بلال، ينعق على ظهر الكعبة. فنظر النبي إلى بلال في هذا المشهد المهيب وقال: والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله غيره، إن هذه الكعبة عند الله العظيمة، فوالله يا بلال إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال.